اللي دخلنا الداخل وبدينا في العمليه نتاع العد، الحقيقه لقينا عديد الاشكاليات، منهم انه الماكينه الحاسبه معناها حسبت المره الاولى اعطتنا رقم، مدوني انا بالرقم هذا، فانا اعترضت على الرقم هذا باعتبار اللي انا الرقم هذا مش هو اللي موجود عندي اللي انا جبته في الدائره هذيك، دونك اعترضت عليها، عودنا حسبنا في ماكينه واحده اخرى اعطتنا رقم واحد اخر. بالتالي انا السؤال نتاعي اليوم، اذا كان الماكينه اليوم معناها تعطيك رقم وتهز الماكينه واحده اخرى تعطيك رقم واحد اخر، انا معناها العمليه هذه انا نسال الهيئه بكل رحابه صدر على مثل هذه معناها الممارسات.